خارج عن إطار السيطرة والمعدرة، خاصة أن الجرس تعطل. بداية رحب الأستاذ غسان الشهابي في ندوة الصحافة في إيزان، تحية صحافية. لقد تعودنا على استهلاك هذا الإعلام والتاريخ، التاريخ المزيف، فلم نعد نعرف القضايا الجوهرية من القضايا التافهة. لقد أدمنا هذا النوع من المعرفة الكاذبة أو الوعي الكاذب كما يدمن الشباب الهوية. نوال السعداوي، أعطني إعلام بلا ضمير، أعطيك شبابا بلا وعي. جوزيف جوبلز. عاشت البحرين خلال فترة مصر من حالة إعلامية فريدة خرجت عن المألوف السابق، وسمحت صحفنا إلى العديد من الأمور المحظورة لتصبح مألوفة. قبلها الناس وصارت نسخاً تتعايش معهم، أثرت تأثيراً سلبياً في مجريات الأمور وتحكمت في حرية الرأي والتعبير. إنه ما يطلق عليه تشكيل الرأي العام. لا يختلف اثنان أن هناك علاقة بين الرأي العام والإعلام بشكل وثيق، فكلما تقدم الإعلام في أسلوب صياغة الرسالة ومعرفة صداها، كلما كان تأثيره في الرأي العام أكبر وأوسع. وهنا موقع التقييم يكون عبارة عن للطرف الثاني. كلما زادت الثقافة والتنشئة والتنمية السياسية، كان تفاعل الجمهور أكبر من الإعلام السياسي. إن فرص تأثير وسائل الإعلام في الاتجاهات وتشكيل الرأي كبير جدا في الجماهير، حيث يرى علماء الإعلام وسائل الاتصال الجماهير تؤدي إلى أدوار مهمة في بلورة الرأي العام، حيث يعرضون أربع نقاط أو مراحل لتكوين الرأي العام. أولاً، ظهور القضية لأول مرة، تعريف الصراع وتشخيصه. مرحلة التعريف العام بالصراع إلى الناس، وصول القضية إلى صلب القرار، مراحل نحن مرينا عليها في البحرين بطريقة معكوسة، يتحكم فيها صاحب القرار لتظهر القضية لأول مرة، ليصير الصراع، لنشر القضية اللي فيها صاحب القرار على الناس. تأثير الإعلام، يفترض أن يكون هناك الإعلام تأثير، ويكون الاستقرار، يفترض يكون استقرار، تغيير الرأي أو الرأي العام، تحديد الأولويات، تحديد الخيارات المطروحة، إبراز الناس وإعلاق شأنهم وتحقيق الشهرة لهم، أو هكذا يفترض أن يكون. إن تقييم أداء العمل الصحفي في الأمور من الأمور الصعبة، وهو بحاجة لعمل ممنهج وباع طويل في العمل الصحفي وخبرة رزينة. لأجل ذلك اسمح لي أن أقدم ضيفنا العزيز الصحفي غسان الشهابي. كانت نظرة سريعة لبعض يعني السيرة الذاتية، ولو كانت بحاجة إلى أن نذكرها بشكل سريع. هو مواليد محرق، وقد حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من كلية البحرين، كلية الآداب جامعة البحرين. عمل في الصحافة المحلية من 89، عمل في صحيفة الأيام، ترقى إلى نائب رئيس القسم،
عمل مراسل متفردا في مكتب صحيفه الخليج الشرقيه، عمل في دائره الاعلام والعلاقات العامه في جامعه البحرين، تراس قسم التحقيقات الصحفيه اخبار الخليج، احد مؤسسي الوسط، وشغل منصب محرر الاخبار والتحقيقات وعين نائبا لمدير التحرير في نفس الصحيفه، اسهم في تاسيس الوطن، يعني مر على كل الصحافه البحرينيه، كما اسهم في تاسيس صحيفه اسواق الاقتصاديه. في 2001 اختير الشهري ضمن 10 المختصين في الاعلام. فاز الشهري بجائزه الصحافه العربيه بدبي. اسمحوا لي ان ادعو لتقديم مراقبه حول الصحافه البحرينيه في ميزان تلفزيون. شكرا جزيلا. ايها السيدات الساده، السلام عليكم ورحمة الله، وطاب مساءكم، وأعتذر عن التأخير. حقيقة هذه كانت ندوة ولكن انقلبت إلى محاضرة للأسف. أختنا مريم الشروقي يعني عندها طارئ البرح متأخرا جد، فاعتذرت، ويعني نتمنى لوالدتها الشفاء العاجل إن شاء الله. كنت متفق مع الأخت مريم أن احنا نقسم العمل فيما بيننا، يعني هي تأخذ جانب وأنا أخذ جانب آخر، ولكن عندما اعتذرت صارت العملية كلها يعني مرتبطة بطرح واحد. اللي تفضل بمقدم الندوة الأخ علي يعني يقارب ما أريد قوله، ولكن أرى أننا تحدثنا كثيرا، وفي هذه القاعة أيضا في هذه الجمعية عن الصحافة، يعني أنا تكلمت ربما مرتين هنا، رأيت الكثير من المحاضرات التي تعقد في هذه القاعة عن الصحافة، وتحدث فيها أناس لهم شأن ولهم باع، ولا أعتقد أنه من المناسب أن أعود لأكرر أو لأطرح ما سبق طرحه في هذا الجانب. لا أريد أن أذهب إلى الماضي كثيرا، ولكن هناك يعني دائما تأخذ خطوة إلى الوراء لكي ننطلق إلى الأمام إذا أردنا أن نتحدث، وبالتالي سوف أرجع قليلا إلى الماضي لأتحدث عن نقطة واحدة أو محور واحد في من محاور الصحافة التي يعني لها تأثير كبير جدا في عملية نشأة وتطور الصحافة في البحرين. ربما من سوء حظ الصحافة في البحرين أنها تمددت أفقيا بشكل سريع جدا. خلال 6 سنوات من 2002 إلى 2008 نشأت 5 صحف مرة واحدة، دفعة واحدة. هذا التمدد لم يكن ليعطي مجالا لدراسة التجربة، بمعنى أن لو ظهرت صحيفة ورأينا كيف تسير وانتظرنا عليها 5 سنوات ثم ظهرت صحيفة تالية وثالثة ورابعة، لكنا يعني في مأمن من المأزق الذي وصلنا إليه. ربما أقول ربما هذا لأن الوضع ليس محليا بشكل كامل، تعرفون أن البحرين ما هي إلا جزء صغير ليس مؤثر، وبالتالي هي تتأثر بالكثير من العوامل التي يعني تمر عليها سواء إقليميا أو عالميا. هناك مشكلة وقعت فيها الصحف ووقع فيها مؤسسو الصحف عادة أو أصحاب الأحلام لنقل، عندما كانوا يذهبون إلى مكاتب التدقيق، هذه المكاتب كانت تعمل لهم نوع من دراسات الجدوى، كل دراسات الجدوى سبحان الله كلها أن الصحف ناجحة وأن السوق متسعة وأن الإعلانات وفيرة وأن يعني المغانم كثيرة أيضا، فأصبح هناك نوع من مع الانفتاح السياسي والقبول لتكوين صحف أخرى أصبح هناك نوع من الاندفاع الكبير ما بين الطامحين وأصحاب رؤوس الأموال والذين يرون في الصحافة مشروع سياسي أو مشروع تجاري أو الاثنين معا، فكثرت الصحف دفعة واحدة وبالتالي أصبحت تتزاحم ويعني تكتظ المنطقة الصغيرة بها أكتافها في أكتاف بعضها بعضا، لا تستطيع الحراك، لا تستطيع التمدد، لا تستطيع القطف ولو ثمار قليلة، لأن الحيز ضيق جدا الذي كانت تتحرك فيه. أه
في الإعلانات أيضا التي كانت موعودة من قبل شركات الترقيق التي عملت دراسات الجدوى، وهي حقيقة شركات كانت تجرب فينا، بمعنى أنني كما تفضل الأخ مقدم المحاضرة أنني يعني اشتغلت في أكثر من جهة كانت تبدأ للتو في مع شركات الترقيق، فكانوا يسألون كم محرر تحتاجون في المحليات، هل عندكم قسم كذا، هل يعني كانوا يسألون أسئلة مبدئية أو أسئلة بدائية، بمعنى أنهم لا يعرفون طبيعة تكوين الصحف، وبالتالي كيف استطاعوا أن يضعوا كل هذه المعلومات في يد المؤسسين وأغروهم بأن الأمور تمشي على ما يرام وأن النجاح حليفهم، هذا يعني لا أحد يدري عنه شيئا. أنا أعتقد شخصيا أن المؤسسين كانوا يريدون أن يؤسسوا صحفا، وهذه الدراسات ما هي إلا يعني نوع من التغطية أو الذريعة أو ما يمكن أن يقدم إلى الممولين لكي يجتذبوا منهم تمويلا لهذه المشاريع، وإلا أن يعني من يدقق في هذه الدراسات، لمن يعني يحالفه حظا يوما ما أن يدقق في هذه الدراسات سوف يجد أنها دراسات ليست بالعمق وليست بالتجربة والخبرة الكافية لكي تقول أن هذه الصنعة أو هذه المهنة سوف تنجح في هذه المؤسسة أو لا. كما تعلمون أن بعد سنوات قليلة خرجت صحيفة الميثاق بدون استئذان، وأعلن أو لم يعلن موتها، ماتت موتا سريريا هادئا بدون أن يعني يشعر بها أحد، وفي سوداوية أو في سخرية هكذا قدرية أن الوقت تقرر أن تنتهي أو تعلن وفاتها في يوم الحرية، حرية الصحافة العالمية في 3 مايو 2010. فهكذا انسحبت صحيفتان من السباق، بقيت 5 صحف عربية، وهذه 5 صحف العربية كما أسمع وكما يعني ربما إذا اتصلتم بشكل حميم مع المتخذين القرار فيها تعلمون أن أوضاعها ليست على ما يرام، وأن أفضلها يعني بالكاد تتنفس وبالكاد يعني تحقق أرباحا بسيطة جدا. مع كل ما تقدم فإن يعني هذه العبارة التي سوف أبدأ بها سوف أختم بها يعني إذا تذكرت أن أختم بها، أن الوضع لا يدعو إلى تشاؤم كبير بالنسبة للصحافة البحرينية، ولكنه يدعو إلى مراقبة الصحف البحرينية كيف تسير وكيف تسير أعمالها في يومها وليلتها كما يقال. عندما بدأت الصحف تظهر كالفطر، بدأت الصحف الجديدة تختطف من الصحف القديمة وتنشئ جيلها أيضا، تختطف محررين، تختطف فنيين، وأيضا تنشئ الجيل الذي يعني يحاول أن يبدأ التجربة معها. طبعا عزيزتنا عصمة هي أيضا أشرفت علينا. ما كبرت سلوائل ولا شكرا. يعني هذه كانت تجربة الأيام من بعد 13 سنة من بعد أخبار الخليج، وهذا الاحتكار الذي عمل في أخبار الخليج أنه قلة قليلة من الناس التي تدخل هذه المؤسسة، قلة قليلة من الذين يشتغلون والذين يتطورون، وقلة قليلة من يستطيعون أن يخترقوا سقوفا ربما تبدو كأنها سقوف زجاجية كما تعاني المرأة اليوم منها أنها ترى المناصب ولكن لا تستطيع أن تصل إليها. هكذا كان الوضع في أخبار الخليج تقريبا. عندما ظهرت الأيام بدأ الهامش يتسع، الشباب يستقطبون، خرجت كوادر جديدة بحرينية وغير بحرينية أيضا، طبعا تمت مساعدتها من قبل خبرات أيضا عربية مصرية بالتحديد وأردنية في بعض الأحيان، فبدأ الهامش يتسع. ولكن من بعد 13 سنة يعني يأتي هذا التغيير، من بعد 13 سنة أخرى تأتي الوسط، ومن بعد الوسط تبدأ يعني انفتاح المحيط على هذه البقعة الصغيرة أو هذه البحيرة الصغيرة، حيث اختلطت بعد ذلك الكثير من المفاهيم والكثير من
التدقيق في اختيار الصحفيين، ليس هناك وقت لاختيار صحفيين، ليس هناك وقت لتدريب صحفيين، تأهيلهم، حتى أننا في صحيفة الوقت أردنا أن ندرب، فأحد المسؤولين قال نحن لسنا مركز تدريب ولسنا معهد تدريب، نحن نريد أن نصدر بعد أسابيع قليلة، يعني لنذهب سريعا سريعا للصدور، لسنا في صدد التمهل ويعني أخذ الأمور هكذا على نار هادئة. هذا الأمر يعني إذا كان موجود في الوقت فهو وجد أيضا في الوطن ووجد أيضا في البلاد ووجد في كل الصحف التي أتت بعد ذلك، فأصبح الاستعجال هو السمة الغالبة على الصحافة، وهذا الذي جعل الصحافة يعني تكون أكثر تسرعا أو أكثر عجلة أو أقل نضجا في عملية تناول الأخبار وتناول المواضيع التي كانت تتناولها، لأن لا وقت أمام المنافسة. في عندما كانت هناك صحيفتان كان الأمر أشبه بما يكون يعني الضرتين، يعني كل واحدة تراقب الثانية، هذه عملت كذا سوف أعمل كذا، هذه نشرت خبرا كذا سوف أنشر الخبر الفلاني، إذا نشرت هذه خبر أنا لا أنشره، أنا لا أكل كما نقول يعني لقمة بائتة لأننا يعني لأن سبق نشرها في المكان الفلاني. اليوم مع تعدد الصحف مع ضياع عملية الضرة وعملية المراقبة هذه أصبحت المسألة فيها سماح أكثر بأن الخبر ينشر اليوم في هذه الجريدة بعد 4 أيام نفس الخبر بنفس الصياغة بنفس كل المعلومات ينشر في جريدة أخرى وكأنه ينشر لأول مرة، وبالتالي هذه العملية أضاعت عنصرا جميلا كان في الصحافة البحرينية وهو عنصر المنافسة وعنصر الغيرة لنقل على العمل، وهذه الغيرة كانت تحفز للمزيد من التجويد أو المزيد من التميز في كل صحيفة. بعد الطلب أكثر من العرض في الصحف في الكثير من المنعطفات، هذا من ناحية أساء العمل الصحفي بشكل أو بآخر، لأن من لم يحصل على أفراد الصف الأول من الصحفيين ذهب إلى الصف الثاني والصف الثالث، أو ذهب من لا صف له أيضا ليستعين به، لأن كما قلت الصحف تريد أن تصدر وتريد أن تظهر إلى الملأ ولا وقت للتأخير والتدريب والتأهيل، فبالتالي أصبحت الصحيفة كما نقول بمن حضر، من يحضر من يسد هذه الفراغات ويسد هذه الأقسام يصدر صحيفة بشكل أو بآخر. لكن الأمر لا يتعلق بالشباب وحدهم، إذ لا ولا بالخبرة أيضا وحدها، فالإدارات أيضا إدارة الصحف أتت إلى هذه المناصب، يعلم من يعملون في الصحافة، أتوا إما عن طريق تسويات معينة أو عن طريق تفاهمات معينة أو لأنهم ملاك في الصحيفة أو لأن هناك رضا بشكل أو بآخر عن تسنمهم هذه المهمة، وبالتالي لم يكونوا أيضا هذه الإدارات لم تكن في غالبها متمهنة، فهي لم تكن تسأل عن طبيعة الخبر عن طبيعة المادة عن عمق هذا ما يقدم في صحيفتها، المهم أن هناك سواد على بياض وتصدر الصحيفة وهذا هو الأهم، والأهم من ذلك كله أن لا يأتي في اليوم التالي مكالمات تأتي لكي تزعج رئيس التحرير أو المسؤول عن التحرير لأنه خرج عن الخط الذي يراد له أن لا يخرج عنه. من دون التحديد هذه الإدارات هي واحدة من المشاكل التي وقعت فيها صحافتنا المحلية، وخصوصا أنها مطالبة أمام مجالس الإدارات أن تكون أكثر حزما وأكثر اقتصادا وأكثر تحقيقا للأرباح، لأنها يعني مجلس الإدارة في النهاية مستثمرين ليسوا صحفيين، وبالتالي هم يريدون أن يجنوا أرباح ما وضعوه من أموال في هذه المؤسسات. هذا الأمر بدوره انعكس على مستويات الجودة المتفاوتة في المواد الصحفية المقدمة في معظم الصحف، وهذا الأمر أدى إلى استسهال قبول الكثير من المواد للنشر من دون التدقيق والتحقيق والتمحيص ومن دون طرح الأسئلة الأساسية مرات ومرات حتى يجري فيه استجلاء الموضوع من شتى الجهات، ومن دون التريث عند المعلومات المتوافرة لديهم وتلك التي عليهم أن يحصلوا عليها من المصادر المختلفة. الجيل الشبابي يسأل كثيرا في غمرة العجلة والسرعة
وهم لا يسألون، ولا من خلفهم أيضا من الطبقات الصحفية أو الطبقات العاملة في الصحافة تسأل عن ماهية هذه الأخبار وماهية هذه المواد وما مدى يعني صحتها وعمقها. الصحف الكبرى عادة في العالم لا تلقى احتراما لأنها كبرى، لا تلقى احتراما لأنها قديمة، لا تلقى احتراما لأنها يعني مضت عليها سنوات وسنوات. احترامها يأتي من أنها تقدس الكلمة، تقدس الخبر. لا شيء يعلو فوق مسطرة الجودة التي تتبعها هذه الصحف. سمعت مرة أنه في يعني من متخصصين أن في صحف عالمية أوروبية مثل دير شبيغل أن فيها حوالي 70 شخصا يقومون بالتدقيق مرة تلو المرة على جميع الأخبار وجميع المواد. هؤلاء يدققون، هؤلاء ليسوا صحفيين إنما يدققون الأخبار، يدققون سطرا سطرا ما الذي مكتوب في هذه الأسطر، هل هي معلومات صحيحة دقيقة موثقة مدعومة بوثائق مدعومة بأدلة أم لا، وإلا لا ينشر الموضوع أو لا ينشر الخبر. ومع ذلك تقع هذه الصحف أيضا في مشاكلها وتقع في نوع من التسريبات أو نوع من الخداع. فما بالك بالفتحات الكبيرة في الشباك التي نحن في صحفنا التي لا تمسك شيئا ولا تمنع أي شيء من المرور، فتصدر الكثير من الأخبار الغير المهنية، لا تدري كيف نشرت، لا تدري كيف كتبت، لا تدري من مررها أساسا، وبالتالي تصدر في اليوم التالي هكذا أخبار هزيلة ضعيفة ليست بها مقومات كاملة، ليست بها حرفية أو مهنية، وهكذا تقبل، يقبلها من يكتبها، يقبلها من يراجعها، يقبلها من يوقع على الصفحات، ويقبلها القارئ في اليوم التالي غالبا، لأنه بهذه الطريقة العملية تنزل يعني يوما بعد يوم وجيلا أو شهرا بعد شهر لنقل في المستوى، مستوى ما يقدم في الصحافة، وبالتالي لا أحد يسأل عن الجودة لأن لا أحد يهتم بهذه الجودة. هذا أيضا ما لم يمكن أن تفعله الصحف المحلية، منع الأخطاء المتنوعة التي تصدر في هذه الصحف. فقد تعين الصحف المحلية قليلة من الصحفيين ليقوموا بعملية الديسك الذي نسميه، هو تحرير الأخبار والتأكد منها والتيقن من صحتها. هذه العملية مضنية وتحتاج إلى حياك محترفين ونساج على درجة عالية من المهارة، وقد قضوا سنوات طويلة يسمونهم في يعني في الثقافة الأجنبية كلاب المراقبة. طبعا يعني نحن لن نستلطف هذه الكلمة، ولكن هؤلاء الذين كبروا على الجري في الشوارع وتلقط الأخبار الآن يجلسون ليستثمروا كل هذه الطاقات وكل هذه الخبرات التي جنوها من سنوات العمل في مراقبة هذه المواد التي تأتي إليهم، وتعمل لديهم نوع من التنشيط لمواقف سابقة، لأسماء معينة، لأرقام معينة، لحوادث مرت عليهم، فتغنى المواد الصحفية. ولكن هذا للأسف ليس موجودا في صحفنا بشكل كامل، فبالتالي تكون الأخبار يعني من غير عمق، المواضيع من غير عمق، التقارير الصحفية. وحقيقة للأسف الشديد نحن افتقدنا منذ حوالي سنتين آخر ملجأ للتحقيق الصحفي في أخبار الخليج، فتسطحت كل الصحف اليوم جريا وراء الأخبار. هذه العملية عملية عدم توظيف أناس معينين ليقوموا بالتحليل، ليقوموا بغربلة المواضيع، ليقوموا بتجديدها، ليقوموا في عندنا سيارة مسكرة على واحد ضروري يطلع عندنا من الشباب سريعة كامري كام في 99 درجة مش حاجة يعني 3-0-9-9-1 شنو اللي يعني هنا يعني أصل إلى العمق، عمق الموضوع أو أساس الموضوع، وهو الجانب المادي في هذه الصحف. صحفنا ولدت ولادة عسيرة، ولدت فقيرة أساساً،
عندها فقر دم شنيع، وبالتالي لم تستطع أن تكون صحفا ثابتة أو قارة في مكانها، وأصبحت هبات النسيم وليست الرياح تلعب بها ويمكن أن توقع بعضها. هذا الضعف المادي جعلها مرهونة للرواتب، مرهونة للطباعة، مرهونة لأمور كثيرة، وما أن تمر السنة الأولى حتى يشعر القائمون على الصحيفة أنهم قد صرفوا جل رأس مال الصحيفة في عملية التأسيس ولم يبقى الكثير لكي ينفق على العملية التحريرية. هذه المسألة يعني أنا عاشرت الكثير من الصحف كما قال مقدم البرنامج، تبدأ دائما أننا نريد أن نستكتب فلان وفلان وفلان، ونريد أن نأتي بخدمة صحفية من المكان الفلاني، ونريد أن نترجم للكاتب العظيم العالمي الفلاني يوميا، ونريد أن يعني نأتي بصحيف بخدمات انفوغرافيك معينة أو إلى آخره، وتنتهي السنة ويتم لحس كل هذه الأحلام لأن لا يوجد ما يغذى به العاملون أساسا في الصحيفة. وبالتالي كل هذه المميزات التي كنا نحلم بها، كل هذه الإضافات التي وعد بها القارئ يتم سحبها سريعا لأننا لم نحسن تدبير رأس مال قوي جدا يستطيع أن يصمد لسنوات بدون أن يحتاج إلى الضخ من الإعلانات. دائما الدراسات الجدوى التي تحدثنا عنها تقولنا بعد سنة سوف تبدأ الأرباح تأتي تباعا، ولكن تأتي السنة تلو السنة وهناك تأتي المعسرة أو العسرة في هذه الصحف وتبدأ في التقليص. الناس أيضا القراء لا يعاقبون الصحيفة الأقل جودة، هناك دائما دراسات تقول أن قراءة الصحيفة هي عملية نفسية، قراءة الصحيفة هي ولاء أساسا للصحيفة وليس بحثا عن الجودة. وبالتالي إذا قدمت يعني مادة على ما يقولون نصكم يعني أو مادة هزيلة أو مرة قوية ومرة ضعيفة، لا أحد سوف يسأل كثيرا لأن لا أحد سوف ينتقل إلى الصحيفة الأخرى التي تقدم الأفضل. وبالتالي إذا كان الناس يقبلون على صحف بهذه لنقل الرداءة ربما، فما الداعي إلى أن يعني يجري العمل على تطوير المادة وتطوير المنتج وتطوير العاملين فيه ما دام ليس هناك داع لهذا التطوير. هذا الفقر المادي والمطالبة السنوية من قبل المجالس الإدارة بالمزيد من الأرباح تؤدي إلى أن تتخلص الصحف من العناصر الأكثر كلفة. العناصر الأكثر كلفة عادة هما اثنان، إما كاتب صحفي عالي الأجرة، وإما صحفي تدرج مع الصحيفة لسنوات طويلة وبالتالي يعني كل سنة عن سنة يزداد راتبه إلى أن يصل إلى سقف معين، فتفكر الصحيفة أن تتخلص منه وتأتي بصحفي صغير شاب يبدأ من البداية، ولا تفكر أن هذا الذي استثمرت فيه سنوات طويلة هو أحد الأسس التي يجب أن تعتمد عليها الصحيفة، وأحد بين قوسين كلاب المراقبة الذين يجب أن يكونوا موجودين حقيقة في الصحيفة ليحملوا هذا التواصل والنسج ونسيج ما بين الأجيال المختلفة. هذه الخلوة التي حدثت ما بين الجيل القديم والأجيال الجديدة جعلت هناك فراغاً في تحمل مسؤولية الكلمة التي تكتب، لأن صارت تكتب الأمور بأقل جودة ممكنة، لا أحد يدقق، لا أحد يتابع، لا أحد يرجع المادة مرة أخرى، فتمضي كما هي وتخرج في اليوم التالي على شكل موضوع أو خبر أو تقرير أو تحقيق أو مقابلة في الصحيفة الفلانية. دائما السؤال يعني للصحف كم أستطيع أن أوفر؟ هذه مشكلة عويصة في صحفنا المحلية أنها تريد دائما أن توفر لكي لا تقع في دائرة الخسارة، وبالتالي فإنها تتخلص من الكثير من الخدمات كما قلت من الأشخاص، وتعمل مجازا نوع من المجازر للصحفيين بالمجموعات يعني تخرجهم من الصحف. وهذا حدث على الأقل في السنوات الأخيرة 3 أو 4 مرات. حدث أيضا أن يعني طبعا خسرت الصحف الكثير من الخبرات، ولكن لا يهم بالنسبة لها لأنها يعني أهم شيء أن هناك من يعوض ومن يسد هذا الفراغ من قبل طلبة الإعلام وطلبة الدوام الجزئي. طبعا مشكلة طلبة الإعلام
أنهم يتبادلون المنفعة طبعا مع الصحيفة، أنهم يريدون منفذا لكي يعملوا، لكي يختبروا أنفسهم، لكي يظهروا إلى العلن. وهذا طبعا من الحقوق المشروعة، يعني يذكر اسم الصحفي أنه صحفي وكذا، يعني طبعا هذا يعطي نوع من الفخر والاعتزاز بالذات. بالنسبة للصحيفة، هذا الشخص يكون قليل التكلفة، ليس هناك رابط بينه وبين الصحيفة، ليس هناك نوع من العقود، فبالتالي التخلص منه سهل فيما لو زادت التكلفة، التخلص منه سهل فيما لو ظهر شخص أفضل منه، التخلص منه وهو بديل أيضا كما قلت للأشخاص الذين ظلوا لسنوات طويلة يعني في الصحافة وعلت وكبرت كلفتهم الصحفية. فبالتالي الصحافة هنا ليست مهنة قارة بالنسبة للطرفين، ليست بالنسبة للصحيفة، لأن الذين يأتون ويذهبون إليها يعني نسميهم طيارين سريع التحرك، وليست ثابتة بالنسبة للصحفي الذي هو يعلم أنه يعني يعمل بالدوام الجزئي، وبالتالي لا يعطي أو سيعطي طبعا ما يمكنه، ولكنه لا يشعر بالأمان الوظيفي الذي يمكنه من أن يكون أكثر جودة في مكانه أو في مؤسسته. إذا كانت الأموال قليلة والطواقم في جزء منها أيضا قليلة وأناس غير ثابتين، فلنا أن نتصور وضع تدريب وتطوير في الصحف المحلية، إذ لن يصرف أي دينار على تطوير أشخاص ليسوا عاملين في الجريدة وليسوا ثابتين في هذه الجريدة. لماذا أجرب أناسا سوف يذهبون بعد شهر أو شهرين؟ هذه الفجوة الحاصلة في وجود قسم إنتاج يتمثل في كم أكبر من الشباب المبتدئين، مع قلة قليلة أو ضعف أو غياب الشبكات العاملة على تصفية المواد الصحفية في المطابخ النهائية، ينتج مواد تحتاج إلى الكثير من العناية المهنية. وللأسف فإن المقبول من المواد جعل عددا من المبتدئين يرون أنفسهم اليوم أساتذة في مجالاتهم، ولا يقبلون أن يكلمهم أحدا، ولا يقبلون لوما ولا عدلا. هذا الضعف المادي أيضا قاد إلى تقليص الصفحات والملاحق. في عام 2008 كانت هناك، أو إلى 2008 كانت هناك ملاحق اقتصادية، الأخ راضي طبعا أحد الذين أنشأوا ملاحق اقتصادية في جريدة الأيام، وكبرت هذه الملاحق وتعددت وأصبحت 4 صفحات و8 صفحات وأكثر من ذلك ربما عند بعض الصحف، ولكنها كانت تغازل حقيقة التجار والمؤسسات على أمل أن تعود إليها بإعلانات، ولكن المؤسسات كانت ترى أنها بالملحق وبدون الملحق سوف تنشر إعلاناتها وتنشر أخبارها، فما كان هناك داع لكي تضغط في هذا الاتجاه. وبالتالي الصحف كنوع من الاتفاق الضمني أخذت تسحب ملاحقها شيئا فشيئا وتعيدها إلى داخل الصحيفة على هيئة صفحة أو صفحتين بالأكثر، وبالتالي انتهت الملاحق الصحفية. العام الماضي، ربما أواخر العام الماضي، ربما في بداية هذا السنة 2016، أيضا اختفت كل الملاحق الرياضية التي كانت تزخر بها الصحف، وبقيت صحيفة واحدة فقط بملحق رياضي. الصحف هنا ازدادت هزالا حقيقة كوزن، كيعني بالكيلوغرامات لو تقاس، ولكن الأمر يعني ليس بالوزن كما تعلمون. هناك صحف عالمية وحتى عربية كبيرة لا تزيد أوراقها أو صفحاتها عن 24 صفحة، ومع ذلك تظل معك طول النهار، يعني يوم كامل تقريبا تقرأ في هذه الصحيفة ولا تنتهي منها أحيانا لغناها وثرائها. فالعملية ليست بالأوزان إلا في منطقتنا الحمد لله في الخليج العربي، نتباهى بالـ90 والـ80 والـ100 صفحة في الجريدة الواحدة، ولكن ليس القيمة أو العمق الذي نتحدث عنه. لكن هذا أيضا الهزال هذا يقود إلى الدوامة هذه التي حتى الإنسان يدخل فيها عندما يدخل في سلسلة من الأمراض التي تقود إلى التعب، التي تقود إلى قلة الحركة، التي تقود إلى مزيد من الأمراض، التي تقود إلى كذا، فتضعف شيئا فشيئا كأنه نوع من القمح الذي يسحب المؤسسة إلى الأسفل. هكذا مؤسساتنا تعرضت إلى 2008، تعرضت إلى
أسعار النفط المتدنية الآن تعرضت إلى الكثير من الهزات، تعرضت إلى امتحان 2011، وكل هذه الامتحانات وهذه الهزات أصبحت تؤثر كثيرا في اتخاذ قرار مادي يعني ينجو بها أو يخرج بها من الوحدة التي هي تدخلها الآن والتي تذهب إليها سريعا من دون أن يكون هناك مخرج لكي تنجو منها هذه الصحف. اليوم صحفنا كرجل مريض أو امرأة مريضة، والمرض باد على محياها وباد على وجهها أو باد على وجهه أيضا، ويعرض نفسه أنه يعني لا زال وسيما، لا زال قابلا للاقتران والزواج مع الإعلان، فلا الإعلان يقبله ولا هو يستطيع أن يكون أكثر واقعية بحيث يرضى بما وصل إليه ويبدأ في علاج نفسه. ما لم تنتبه إليه الصحف، وهذا يمكن شيء يهم الأستاذ عبيدلي، أنها لم تكن تنظر إلى أبعد من أنفها في هذه الفترة، في الفترة التي ظهرت فيها. في هذه الفترة في 2004 ظهر فيسبوك، في 2006 ظهر تويتر، في 2008 2010 ظهر جوجل بلس، في 2011 ظهر الانستغرام. هذه يعني منصات التواصل الاجتماعي أخذت تسحب كثيرا من قراء الصحف، بالإضافة إلى الأمراض التي يعني كأنها لم تكن تنتظر إلا هذا أيضا لكي يزيدها أو يزيد مشكلتها عمقا، بأن ينصرف الجيل الشبابي الذي نقول نحن دائما هو عماد المجتمعات النامية، الجيل الشبابي الذي تعمقت لديه الصورة أكثر من الكلمة، أصبح سهل عليه أن يقرأ سريعا تويتر 160 كاركتر أكثر من يقرأ مقالا مثلا 500-600 كلمة، وأصبح من السهل عليه أن يرد على الطرف الآخر، يتفاعل معه، يبدي رأيه، يقول رأيه فيما كتب، يعترض، يوافق. في الصحف هناك تقريبا عملية مقطوعة، وهناك رقيب يفلتر ما الذي ينشر وما الذي لا ينشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة. اليوم في البحرين أكثر من 700,000 مشترك في الفيسبوك، أكثر من 250,000 مشترك في الإنستغرام، أكثر من 230,000 مشترك في تويتر، وأكثر من 320,000 بحريني أو على الأقل في البحرين مشتركين في اللينكد إن. هذه الأرقام لم تكن أي صحيفة أو حتى الصحف كلها مجتمعة تحلم بها أو تحلم بأقل من أقلها أن يكونوا مشتركين. يعني بدون المبالغات التي تعملها الصحف، والأخ علي موجود هنا وهو يعلم كيف تنتج الصحف وما الذي يعني لا تطبع أكثر من 7,000-8,000 في عزها كانت تطبع هكذا، اليوم لا أدري ما الذي يعني أصبحت تطبعه، ولكنها تقول لنا 30,000-40,000 وكلها يعني نوع من طبعا المبالغات بهدف إغراء ذلك الزوج أو تلك الزوجة، لا أدري أيهما يصح عليه القول، لكي يقبل الاقتران ويصب الأموال ويعطي الهدايا ويدفع المهر لهذه الزوجة أو الشنطة. يعني واحد من المؤسف أن يتكلم عن الصحف والتي يعني تربى فيها بهذه الطريقة، ولكن هذا هو الواقع حقيقة. الواقع أن صحفنا تسير إلى نهايات فقط هي عملية انتظار متى سوف نخبط الجدار، يعني هذه القصة فقط، ولكننا ذاهبون إلى هذه المسافة. سوف أشير هنا في يعني الإبطاء لكي نهبط بالطائرة، لأن الصحافة ليست ورقا وليست مؤسسات، بل يمكن أن تكون إلكترونية بالكامل، تغير فلسفتها وطريقة تعاملها وتتغير هيكليتها، ولكن تبقى القيم المهنية الصحفية هي الباقية المميزة للعمل وليست الأوراق والأحبار. أعتقد أن على الصحافة أن تكون اليوم أكثر ذكاء وأن تماشي العصر والتغيرات وتنظر إلى البعيد الذي سيكون قريبا قريبا في غمضة عين، وتهيئ نفسها له، أن تتخفف وتكون أكثر رشاقة ومرونة وتتغير، وأراها تتغير حقيقة في مواقعها. بعض الصحف اليوم بدأوا يدخلون الكثير من الشباب لكي يغذوا الجانب البصري فيها، يعملوا فيديوهات قصيرة في المواقع تبعت الجرائد على الأقل في الوسط في الأيام، وأعتقد الوطن أيضا ناشطون في هذا الموضوع.
يعني هناك اتجاه لتغيير وإدماج جميع الوسائل الإعلامية مع بعضها البعض لكي يصبح ما يسمى بالإعلام المندمج وليس المنفصل ما بين صحيفة وموقع إلكتروني وكل جزء يعني يعمل بشكل منفرد. في 2002 وقفنا جميعا في هذه الجمعية في المقر السابق إزاء قانون الصحافة الذي بقي كما هو إلى اليوم 14 عاما لم يتغير. لم نكن حينها ندافع عن المؤسسات، لم نكن حينها ندافع عن أصحاب المؤسسات ولا عن أصحابنا أيضا، إنما دافعنا عن حرية التعبير. الصحافة واحدة من أهم تجليات حرية التعبير، لم ننتصر للصحف ولا للصفحات وإنما انتصرنا للصحافة. شكرا لكم.